تمام. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم جميعا. إحنا مساكنا Geographic Information System. المساك إلكتيف زي ما أنا حكيت كإشي، خلينا نحكي ترتيبي في الجامعة أو في القسم المتطلب سابق له بعتقد مساحة اثنين كإشي ترتيبي. الآن كديسكريبشن لهذا الكورس: This course introduces GIS technology commonly applied to engineering problems. يعني هو بيقدم لنا الـ GIS كتكنولوجيا مستخدمة بشكل كبير للمشاكل الهندسية. By the end of the course, the student should be effectively solve the problems of spatial nature and convey GIS-based analysis to decision makers. يعني الـ GIS رح نعرف إنه بتعامل مع مشاكل spatial in nature، يعني بتعامل مع مشاكل لها بعد مكاني مش بعد زماني. فكونه بتعامل مع شيء له بعد مكاني، إذا لازم نقدر نتعامل مع مشاكل كثيرة ببعد هالمكاني، وصولا كيف يساعدنا نتخذ قرار معين للمشاكل اللي هم spatial nature. This course utilizes ArcGIS 10 software. طبعا 10.1 something، أنا اللي نازل عندي 10.1، بجوز الآن صار 10.8. النسخة اللي available في قسم الهندسة المدنية اللي بإمكان المهندس منى تساعدكم في تنزيلها، أعتقد 10.1 هي اللي نازل عندي على الجهاز. يعني هذه من النسخ اللي أنا شفتها stable إلى حد ما. الفصل الماضي كان طلاب نزلين 10.7 إشي، فكان بعض المعلق بها السوفتوير لأنه للأسف كلها cracked version، هذه مش licensed version. لكن هذا ما لك، أنت بإمكانك تنزل أي نسخة، وضروري تكونوا منزلين الجائس. يعني كونوا أنتم مش موجودين في الجامعة وبالتالي مختبرات الهندسة المدنية أو المختبر أنتم موجودين فيه، يعني السوفتوير مش موجود في الجامعة، فضروري كل واحد منكم بالكثير بداية الأسبوع القادم، حنبدأ أكيد عملي من المحاضرة القادمة، لازم ننزل السوفت وير. نزله ويعني اتقن الموضوع، ممكن وفي عنده لينك، في عنده كراكس، عنده ممكن يكون في جروب ويحط عليها. انا في الفصل الماضي كان في شيء اسمه جي اي اس 2020 بعتقد كان اسمها، ممكن اعمل لها ابديت اسميها جي اي اس 2021 وابعث لكم الرابط وتنضموا إلها. بشوف بعض الطلاب بحبوا يتواصلوا من خلال هاي الجروبس أسهل، ما بعرف يعني، برجع لكم. أنا بحبش، أنا من الأشخاص اللي بحبش الفيسبوك، يعني مش من الناس اللي بتفسفسوا أو بحطوا بوست، يعني بجوز آخر مرة حاطت بوست من سنتين. فلذلك لهدف أو مساعدة المعلومة ما عندي مشكلة أكون جزء من جي اي اس جروب للأناونس. لكن أي شيء، ممكن حدا ما عندوش فيسبوك ولا بده إياه، اي شيء له علاقه في المساق، في الامتحانات، في الامور الرسميه، بيكون على الموديل. زي ما انتم دخلتوا شفتوا اناونسمنت عليك، بيكون موجود هناك. لكن مرات ممكن تكون دردشه عامه شيء هيك، ممكن يكون موجود على كفيسبوك، ما عندي، انا ما عندي مشكله. وساعتها كانك تحط رابط، بتحط شيء تساعد زملائك تحميل، بتحط شيء، ما في مشكله. الأمر الآخر: several case studies from different engineering disciplines will be discussed and furnished to provide insight into realistic application of GIS. أكيد حنتعامل مع مشاكل مختلفة من applications مختلفة، بحيث نفهم هل GIS realistic applications، يعني بتطبيقات عملية ومنطقية. الـ ILOs هذه يعني كانت مشان متطلبات الإبت، ما بدي أمر عليها كثير. في كثير، يعني لما اتكلم عن تكست بوكس وريفرنسز، في كثير من المراجع اللي لها علاقه بالجي اي اس، يعني مش سر، لانه يعني حط الان على اليوتيوب، حط على جوجل، حط على اي انجن من هذول اللي هم السيرش انجنز في الانترنت، حيطلع لك كثير من الدوكيومنتس البوكس اللي لها علاقه بالجي اي اس وكيف تتعلمه. لكن احنا مشان خلينا نحكي توحيد الجهود، class notes are the main source of information for this course and will be uploaded into Moodle. يعني المصدر الأساسي أو الرئيسي المعتمد هي lectures اللي هي already محملة على المودل. يعني اللي منكم دخل على المودل شاف الماتيريالز من الفصل السابق، مزبوط؟ في حدا عمل داونلود لأي شيء؟ مش مشكلة. هلا ما تطبع أي شيء إلا إذا أنا حكيت لك، يعني أكيد نزل كبي دي أف، وبجوز إحنا وصلنا لمرحلة ما بيلزمنا نطبع أي شيء، كله بإمكاننا نقرأه electronic versions. يعني أنت اضطريت تطبع أي شيء طباعة، ما تطبع إلا النسخة المحدثة، لأنه كل فصل أكيد
واحنا نشرح نكتشف في اخطاء في شغلات بنعدلها، فما تطبع شيء مش معمول له مراجعه. اللي موجود مره ثانيه من الفصل الماضي، لكن انا عاده وانا اشرح او قبل المحاضره او قبل باسبوع بطلع على الماتيريالز اللي بدها تعديل بعدل بعض الامور. اذا الليكتشر نوتس هي المرجع. خلينا نحكي هلا الاسسمنت كرايتيريا. كان الوضع الطبيعي نعمل فيرست سكند فاينل، هلا بسبب انه احنا عن بعد حيكون عندنا 50% من المساك كويزز واسايمنتس و50% فاينل، وممكن 50 فاينل يصيروا 40 او ننتظر اذا في اي تعليمات من الجامعه. هلا اللي عملناه الفصل الماضي والطلاب انبسطوا عليه، خلينا نحكي بشكل عام يعني، جينا لفتره الفيرست لنهايه قصد عامه الفيرست، عملنا 3 كويزز او 3 اسايمنت شو بدك تسميهم حسبنا احسن اثنين، ردينا عملنا كمان 3 حسبنا احسن اثنين، يعني كان في فرصه انه انت ينحذف لك اثنين. والطلاب اتوقع او اي طالب بحب انه دائما ياخذ فرصه زياده لاي سبب، في امتحان ظبطش فيه، ما كانش عنده فرصه يدرس، صار عنده ظروف خاصه، فغالبا راح نكرر نفس الكلام انه احنا بنعمل عدد اكثر من اللي بدنا نرصده وبنحسب ايهما افضل. بس ما تتخيل ان حعمل لك 20 كويز واحسن احسب احسن 4، يعني عاده زي ما حكينا بالكثير 2 زياده بالكثير 2. والفاينل، الفاينل اللي عملناه الفصل كان على اجزاء، يعني بمعنى اليوم اللي بتحدد فيه امتحان الفاينل بيكون امتحان غالبا خلينا نحكي شكلي يعني جزء من المساك، لكن بعد امتحان السكند بنكون نبدا بكويزز او اسايمنتس جديده اللي انا بكون جمعتهم عندي، ولما يجي وقت الفاينل برصد لكم اياهم كعلامه فاينل. لانه مره واحده يجي احطك خلف الشاشه تعمل امتحان ب 50 علامه لاي سبب، قطع عندك النت، الكمبيوتر ما ساعدكش، علق السوفت وير، فبيكون راح عليك شيء كثير ب 1 ميتنج خلينا نحكي. فانا دائما يعني من التجربه في اي مساك في سوفت وير نحاول نزيد عدد الاسايمنتس او عدد الكويزز ونقلل الوقت. يعني ليش عمل لك امتحان جي اس ساعتين ولاي سبب هالساعتين انت في عندك شيء بالتكنولوجيا ما ساعدك، لا جهازك لا كهرباء لا انترنت، لا انا بدل ما اعمل لك امتحان ساعتين بعمل لك 4 كوزات كل كوز نص ساعه، يعني بكون عند بايام مختلفه طبعا. فبكون هي مره ثانيه فرصه انه او تقليل احتمال الوقوع في مشاكل بتقل بشكل كبير، يعني مشان ما نوقعكم في مشاكل وتكون حجم المشكله 50 علامه، لا بتكون مثلا 10 علامات بكون حلها اسهل. هلا في حدا عنده اي خلينا نحكي تعليق على هذا التوليفه انه احنا حنعمل الاسايمنتس والكوزز 50 قبل فاينل او 50 لحد موعد امتحان السكند، وبعد ذلك في عندنا 50 اللي هم لهم علاقه او حيرصدوا علامه فاينل؟ في حدا عنده اي تعليق اي مداخله على هذا الكلام اي اعتراض اي احتجاج؟ لا بس دكتور كمان دور الفيرجن اللي نزله من جي اي اس 10.1 10.1 انا بالنسبه لي على كمبيوتري هاي نزل عندي على جهازين على 2 لابتوبس شايفه ستيبل بدون اي مشاكل. هلا لا يعني انه الفيرجنز الاخريات فيهم مشاكل، بس انا بحكي لك ما جربتهم. هل الفيرجنز المختلفات للمساك بيختلف الوضع؟ لا. هلا لما يكون عندك مثلا 10.5 ممكن يكون في بعض التولز ادفانس بس غالبا احنا ما بنستخدمها. يعني هم لما يطوروا فيرجن عن فيرجن بيكون يفكروا في الاشي الادفانس مش اشي البيسك، البيسك نفسه احنا بنتعلم هنا بيسك جي اس مش ادفانس بيس. فاي نسخه متاحه لك 10.1 لاي شيء جديد بامكانك تنزلها، بس اذا بدك حدا من الجامعه يساعدك بتوقع بامكانكم تروح على الجامعه، مسموح ولا ممنوع؟ مسموح. يعني اذا لاي سبب حدا منكم تغلب ينزله بده يروح على مختبر الهندسه المدنيه وبتساعده اللي هي المهندسه منى اللي موجوده في المختبر، اكيد كلكم تعرفوها. لكن اذا تمكنت باستعانه بزميل استعانه بصديق تحمل البرنامج توقع مش صعب، حمل اي نسخه او صار فيها مشاكل ببساطه بتعملها انستول بتعمل ري انستول لواحد جديد ثاني، يعني ما تتخيل انه في مشكله. اهم شيء احنا يعني بهمنا انه وقت الامتحان ما يعلق السوفت وير عندك، اما واحنا نتدرب علق بتطفي الجهاز بتطفي السوفت وير بتعمل ريستارت مش مشكله، بس بدنا ننزل نسخه يكون مشاكلها اقل ما يمكن، لانه احنا بدنا بالامتحان ما نعلق وما نورط عشانكم مش عشاني عفوا. فهذا متروك لكم، بس المهم انه ما يبدا الاسبوع القادم وفي حدا ستيل مش منزل على اللابتوب او الديسكتوب اللي عنده
ما يكون منزل البرنامج، مشكلة، لأنه بصير الوقت يتسارع وإنت ما بتتعلم. الآن السبجكتس اللي حناخدهم، في عنا General Introduction، هذه بدها 1.5 week. حنتكلم عن الكوردينيت سيستم والماب بروجكشن. موضوع الكوردينيت سيستم مهم جدا، اذا كان عندنا خرائط لنفس المكان لكن مش متطابقين على بعضهم، كيف نطبقهم صح؟ يعني هذا موضوع مهم جدا جدا في حياتك انت كمهندس اصلا، لكن هو الجي اي اس ذا تول مشان يعملنا الكوردينيت سيستم والماب بروجكشن. لكن انت مرات ممكن تشتغل في اي مكان وفي عندك خرائط، انا بحكي عن الكترونيك مابس، من مصادر مختلفه ومش واقعين صح، كل واحده في جهه، لانه الداتوم خدته في المساحه، الداتوم او الريفرنس مختلف. ففي هذا الكوردينيت سيستم حنعطي مقدمه نظريه، وبعديها نروح للعملي، وكون عندنا نجرب تو مابس ديفرنت كوردينيت سيستم كيف نركبهم صح، او نحكي بعض التفاصيل المهمه وبعض الان التريكس او النوتس من الخبره اللي احنا مرينا فيها وتغلبنا لتعلمناها، كيف انه إذا صار معك هيك شو تعمل. طبعاً كل شيء بنعمله موجود له توتوريالز، التوتوريالز عاملهم الدكتور محمد المصري لما درس المساق، لكن اللي أنا شفته بعد ما صرنا عن بعد الطلاب حبوا فكرة الفيديوز، فالفيديوز اللي موجودين اللينكس اللي لهم اوريدي بجوز موجودين، يعني ممكن تبدأ تطلع عليهم إذا بدك، لكن إحنا نعمل تسجيل خلينا نحكي يعني حديث، يعني لايف مش لايف، اللي هي كل محاضرة بمحاضرتها، وببعث لكم اللينك على المود اللي بتكون موجودة. ففي طلاب ما حقرأوا من البي دي اف، حكوا لي ممكن يكون ممل، لكن هو بيرجع بيشوف الفيديو، خاصة انه بالفيديو بيكون سمير شديد مبين شو بيعمل، يعني بكون احكي واعمل امامكم، لكن في البي دي اف انت بدك تقرأ وتطبق، اما في الفيديو انت بتسمع وفي حدا بيشتغل امامك، فممكن تلقط الفكرة اسرع. فهذا موجود. هلا البي دي اف ما حلتزم فيهم 100%، يعني اللي بده يرجع يعني اعتبرهم كمرجع، لكن انا بفتح الان ممكن نقرا شو بدنا نعمل في الاكسرسايز ونبدا نشتغل، بس ما تخيل انه راح اقرا ستيب باي ستيب شو بدنا نعمل في الاكسرسايز، لا هيك ما بصير، ما متعلمش. فانت بدك ترجع لهي التوتوريالز، ممكن ترجع لها، لكن انا اعتقد انه يكون اكتف اكثر او انتر اكتف اكثر، بحيث انه نعمل امامكم التمارين المختلفه او اي فكره بحكيها، اي شيء له علاقه بالمساق، وبكون مسجل ترجع له باي وقت. بعد ذلك حنتكلم عن الجايز داتا، حنتكلم عن الديفرنت تايبس اوف جايز داتا اللي حنتعامل معها، في عدد كبير من الداتا اللي ممكن يقبلها، لها علاقه زي التيبل داتا، لها علاقه بالاكس واي داتا، اذا انت معك على جهازك رحت على مكان وقرات احداثيات كيف كلهم يصيروا جايز، كيف تتعامل مع الاوتوكاد من جايز لاوتوكاد او اوتوكاد لجايز. في عنا إشي له علاقة بالأونلاين جي إس داتا، في عنا كثير من البيز مابس اللي موجودة أونلاين كيف أتعامل معها، في عنا الجوجل إيرث كيف أخذ خارطة من الجوجل إيرث أفتحها جي إس، أو إشي من الجي إس أشوفه في مكانه الصحيح في الجوجل إيرث. يعني في تطبيقات كثير حلوة وكثير شلبية، خلينا نحكي حتسمع مني كلمة شلبي وشلبية كثير. بعد ذلك حنتكلم عن جنرال أتريبيوت ريليشن شيب اللي هي تيبلز. الجي اي اس بتعامل مع فيتشرز، وهي الفيتشرز لها اتريبيوت داتا، يعني معلومات مكانيه، والها خلينا نحكي عفوا اوبجكتس مكانيه، يعني شيء موجود في السبيشال وله معلومات، يعني زي مثلا المدارس، بتكون انت شايف مواقع المدارس وبتفتح جدول ببين لك معلومات عن كل مدرسه، التجمعات السكانيه انت شايفها على الخارطه وين موجوده، علار نابلس والكرم، وفي معلومات مصاحبة الاتريبيوت تيبل، هاي برضو حنتعامل معها أكيد. بعد ذلك في عنا layouts and symbolization. طب كيف تعمل خارطة ممتازة وشلبية باستخدام الجايس؟ يعني أنت عندك مشروع تخرج وحكى لك المدرس حط لنا خارطة للموقع، هذا كيف بدك تعملها بالجايس؟ حنتعلم هذا الكلام. analyzing spatial relationship، تحليل العلاقات المكانية، يعني مثلا أنا بدي أختار مدرسة بحيث تكون بعيدة عن الشوارع الرئيسية 2 كيلومتر، بالجائس بسهولة بإمكانك تعملها، أما إذا بدك تروح تجيب المتر وتقعد تقيس أكيد صعب. طب بدي مدرسة تكون بعيدة 2 كيلومتر عن الشوارع الرئيسية، وتكون بعيدة مثلا 10 كيلو عن المناطق الصناعية، وتكون يعني تحاول تعمل كوير لأكثر من كونسترين، ممكن بالجائس، كله ضمن الـ Spatial Relationship.
يعني في تطبيقات انت بتشعر انك مستمتع وانت تعمل فيها، يعني بتكون تستنى شو النتيجه. كذلك في عندنا فيتشر جيومتري مانيبيليشن اند جيو بروسيسنج. الجيو بروسيسنج له علاقه في معالجه البيانات، يعني انا عندي خارطه الطرق لكل فلسطين وانا بهمني اشتغل على محافظه نابلس، طب ليش تضلها معي كل البيانات وبالتالي يكون حجمها كبير وبكون عندنا تايم كونسيومنج لاي بروسيس؟ فممكن انا اخذ اللي بدي اياه. في امر حنجربه اسمه كليب مثلا، انا عندي الشوارع وحدا اعطاني معلومات جديده عن الشوارع، ممكن نعمل بيناتهم مثلا سبيشال جوينينج. يعني في كثير من الامور اللي ممكن نتعامل معها بحيث البيانات اللي موجوده عندي كيف انا ارتبها او كيف اعملها مانيبيليشن، تحديد، تظبيط، شو بدك تسميها، ضمن التولز او ضمن الكابابيلتيز الموجوده في الجايس. بعد ذلك في عندنا شيء اسمه موديل بيلدر. الموديل بيلدر اهميته انه بيعمل لنا اوتوميشن لشيء بنسميه سيكوينشال بروسيسز. يعني انا مهندس بشتغل في بلديه، في سلطه مياه، في اي مكان، وبعمل الان نفس البروسيجر لكن كل مره بعملها لمحافظه، وكل بروسيجر بتكونه من 10 ديفرنت ستيبس، معقول كل مره بدك تعيدهم من 1 ل 10؟ لا. فبيجي عندنا في الجايز في شيء، وهذا ممتاز جدا لما نتعلم وبتشعر انه يعني اخذت شيء ادفانس، حتى لما تكون متعلم كل اللي قبله وتتعلم الموديل بيردر بتحكي وين كنا عايشين، يعني شيء جديد يعني بالجايز حتى. فكيف تعمل اوتوميشن للبروسيس بحيث انه مثلا انا كنت شغال على محافظه طولكرم، فقط برجع بغير نابلس بغير لي النتيجه من ستيب 1 لستيب 10 بشكل اوتوماتيك. يعني كيف افهمكم اياه قبل، اكيد حنفهمه في حينه، كيف الفرق انك انت تستخدم حل معادله باستخدام الكالكوليتر او تعمل لها اكسل شيت. لما تعمل اكتف اكسل شيت مثلا، اذا اخذته في اي مساك مثلا، الاريا اوف ستيل بتساوي رو بي دي، تكون انت على الاكسل تشتغلها على الاله حاسبه او تحط على الاكسل تكتب الرو شو بتساوي والاي والبي والدي، وتكتب الاريا تربطها في السيلز. وانس انك غيرت اي فاليو في اي سيل تتغير الاريا اوف ستيل مباشره. فهذه هي الاكتف، وهذا يعني اللي حنتعلمه في الموديل بيلدر، كيف نعمل اوتوميشن او كيف البروسيس تكون اكتف وانس انك غيرت اي شيء في الانبوتس مباشره ينعكس على كل الستبس ويعطينا نتيجه جديده. الامر الاخر اللي هو اكسبلورينج نتورك اناليست. في عنا تطبيق له علاقه بشبكات الطرق وممكن يرتبط بشبكات المياه، اي شيء بيكون ضمن نظام شبكات بس اكثر له علاقه بالطرق، وهذا تطبيق برضه كويس وبيعمل لنا كثير من الشغلات كويسه. واحد منها بدك انت البيست روت او الشورتست ديستانس، بدك انت تتحرك من نابلس لرام الله وين اقصر مسار، بيعطيك اياه الجايس. الان انت عندك مستودعات وبدك توزع بعض الان المنتجات، ممكن تحدد مثلا within 5 minutes وين المناطق اللي ممكن توصلها، من تحدد اماكن المخازن المستودعات ممكن يعطيك اياها. مثال اخر راح نجرب، هذول كلهم حنجربهم. في عندك الان حادث صار في شارع معين وبدك تستدعي سياره اسعاف، تطلع من اي مستشفى. او ممكن تطبيق اخر، حريق في مكان معين بدك سياره اللي هي الفاير فايتنج، من وين تجيك؟ من اي مكان. طبعا من وين تجيك مش يعني مش على المزاج، خلينا نحكي بناء على انه تكون عندك شبكه طرق معموله بطريقه النتورك اناليست يتعرف عليها، فبتوصل تحصل على نتائج كثير ممتازه. الامر اللي قبل الاخير اللي هو الايديتنج فيتشرز اند اتريبيوتس، وهذا الايديتنج بيكون مصاحبنا من البدايه للنهايه، لكن نشعر بالنهايه انه احنا صرنا نعرف شغلات كثيره كيف نروح لشيء ادفانس في الايديتنج. بعض الامور اللي هي متطوره ايش بسيط في محاضره واحده او في اسبوع واحد. والموضوع الاخير اللي هو سبيشال اناليست يوزنج راستر داتا، هذا هو يعني نحكي لو احنا انهينا لعند الايديتنج. يعني الدكتور محمد اخر شيء كان يدرسه لعند ما كان يدرس سبيشال اناليسز، لانه هذا يعني شيء نعتبره ادفانس، لكن هو اللي بيميزك احيانا عن اي حدا بيعرف جي اي اس عادي، انك تعرف شويه عن السبيشال اناليسز. السبيشال اناليسز ممكن نعطي اسبوع اسبوعين بالكثير، لكن احنا لو نعطيه بحق بجوز بده 6 اسابيع. لكن ما فيني ابدا في السبيشال اناليسز بدون ما اكون اعطيتكم كل البيسكس للجي اي اس. وزي ما حكينا بعدها في عندنا الكوزز والفاينل اكزام، وبحيث يكون المجموع عندنا 16 اسبوع. هذه ببساطه يعني هي مقدمه او هي شرح للمساق ولوين احنا رايحين
في هذا المساق. في حدا عنده أي استفسار على اللي حكيناه يا جماعة؟